مرحبا بكم إلى أخبار ليبيا، وهنا العناوين. يونيسيف تدعو لحماية الأطفال من الاشتباكات المسلحة، مفاوضات لإطلاق سراح هانيبال القذافي، وحملة أمنية تستهدف العشوائيات والباعة المتجولين. دعا ممثل منظمة يونيسيف لدى ليبيا إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال وحمايتهم في جميع الأوقات، قائلا إن الأطفال في ليبيا في حاجة إلى السلام، مؤكدا أن الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في طرابلس قبل أيام أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 4 آخرين. دعا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي إلى صياغة خطة سلام في ليبيا، موجها نداءه إلى الدول المغاربية لاستكمال الاستجابة لعقد القمة الخماسية وإنجاحها، داعيا بهذا الخصوص إلى عقد لقاءات ثنائية لحل المشاكل بينهما. ذكرت مستشارة سيف الإسلام القذافي سهل بدري في تصريحات نقلتها مجلة جون أفريكا الفرنسية أن إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل في لبنان بات وشيكا، وذلك بعد دفع كفالة بلغت 150 ألف دولار للسلطات اللبنانية على أن يبقى داخل البلاد إلى حين محاكمته. قرر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاجا السماح بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات ومعالجة المشاكل التي تواجهها لتقديم الخدمات اللازمة لرفع معاناة المواطنين. أطلقت غرفة عمليات الحرس البلدي في مدينة بنغازي بالتعاون مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية حملة أمنية استهدفت العشوائيات في المدينة، تمت خلالها إزالة العوائق والعشوائيات والباعة المتجولين من الطرقات العامة وكل من يستغل الفضاء العام. ودع منتخب ليبيا بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الجارية في الجزائر بعدما تعادل مع نظيره اليمني بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف ليبيا اللاعب عبد المؤمن المبروك في حين جاء هدف اليمن عن طريق أنور الطريقي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.